إذن مشاهدينا، طقس مستقر نسبيا رح بيسيطر على لبنان خاصة خلال الويكند. بالبداية جو الليلة رح بيكون غائم جزئيا، رح نشهد ضباب على المرتفعات، أما الحرارة بتسجل لليلة ببيروت 21 درجة 20 بصور، طرابلس 18، 7 بالأرز، زحل 16، وبعلبك 19 درجة. جو بكرة إجمالا رح بكفي غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، رح نشهد أمطار غزيرة ببعض الأحيان منطقة البقاع الشمالي مصحوبة برعد وبرق، علما أن الحرارة توصل على الساحل أقصاها لبكرة ل 30 درجة بيروت، 29 صور، 29 طرابلس، 18 بالأرز، حصبية 22، 28 زحلة، وبعلبك 33 درجة. الرياح بالإجمال لبكرة رح بتكون جنوبية غربية حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة المياه 24 درجة، أما الرطوبة بتتراوح بين 55% و 85%. كيف رح بيكون طقس الأيام المقبلة؟ الجمعة مثل ما ذكرنا غائم جزئيا، ضباب على المرتفعات، ممكن تشهد منطقة البقاع الشمالي برق ورعد مع أمطار غزيرة ببعض الأحيان، 30 درجة أقصاها على الساحل. نهار السبت الأحد والتنين جو مستقر مشمس إلى قليل غيوم، 31 درجة للسبت والأحد، وارتفاع إضافي لتوصل ل 32 درجة لنهار التنين، علما أنه الطقس رح بضل مستقر إذا الأراد للأسبوع المقبل. هذا كان كل شيء لليلة، عودة لكم ماريو وتيما. شكرا.